بعد إغلاق دام لسبعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، استأنفت الرحلات الجوية الدولية نشاطها بمطار ووهان تيانهي الدولي في الصين، وقد طبقت السلطات الصينية سلسلة من التدابير الوقائية لمنع عودة ظهور وباء كوفيد-19 في مدينة ووهان. وفي نفس السياق، أوضح لي ييتشو المتحدث باسم مكتب الطيران المدني في ووهان أنهم امتثالاً للسياسة الوطنية يتعين على جميع المسافرين تقديم شهادة اختبار سلبية للحمض النووي صادرة عن مؤسسة طبية تم فحصها من قبل السفارات الصينية في الخارج، ويجب أن تكون النتيجة صادرة قبل 72 ساعة من دخول البلاد. وكانت مدينة ووهان بؤرة لتفشي وباء كوفيد-19 على مستوى الصين، حيث سجلت بها أولى حالات الإصابة. ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد سجلت المدينة أكثر من 50,000 حالة إصابة بالفيروس ونحو 4,600 حالة وفاة.